حتى الآن الأوضاع تحت السيطرة، عندنا أكثر من 100 معدة منتشرة في مدينة بورفؤاد وسبع أحياء مدينة بورسعيد. يعني عندنا كل المسؤولين عن الإدارات المحلية سواء الأحياء أو الشركات القابضة للمياه والشرب والصرف الصحي أو الحماية المدنية والمرور، كلهم متواجدين في الشارع الحمد لله، يعني تحت السيطرة، الأوضاع مستقرة حتى الآن. الموجة دي أول مرة مصر تعرض ليها، وفي نفس الوقت احنا مستعدين طبقا لامكانياتنا، وان بنتهز الفرصه بناشد المواطنين ان هم اولا نحد من استخدام المياه الشرب، نحد من استخدامها اليومين دول عشان خاطر ندي فرصه لشبكات الصرف الصحي تقدر تعمل تصرف. ليه؟ عشان 75% من كميه المياه اللي المواطن بيستخدمها بتروح في الصرف الصحي، وبالاضافه ان كميه الامطار الغزيره اللي بتتم حاليا دلوقتي على بورسعيد، يعني لازم شبكات الصرف الصحي لازم تقدر تستوعبها. عشان كده بناشد المواطنين ان هي نحد حبه من استخدام المياه. الحاجه الثانيه المواطنين اللي هم موجودين لدور القصوى في الشارع والكلام ده، نبعد عن اعمدة النور والاشجار والعمارات الآيلة للصوت عشان الحمايه ليهم. الحاجه الثالثه ان احنا اولادنا اللي هم بيتمشوا على ساحل البحر، يا ريت نخف حبه من موضوع التبشير من دول على ساحل البحر. ارتفاع الموج النهارده، ارتفاع الموج اكثر من 2 متر، حمايه ليهم وامن ليهم. لكن احنا الحمد لله اخذنا كل احتياطاتنا، وجميع جلس الدوله متعاونه تعاون كامل لصالح المواطن. شكرا جزيلا.